بني الإسلام على خمس، خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة، حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج الإسلام على خمس، خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة، حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج.